بسطت الدولة الخليفية سيادتها على شبه جزيرة قطر وجزر البحرين في مختلف عهود حكام البلاد، والسلطة القضائية تعد إحدى مظاهر السيادة، حيث قامت الدولة بتأسيس نظام قضائي في الزبارة بهدف توفير العدالة في فض وحسم المنازعات المختلفة وتسجيل الوقفيات. وكان للقضاء الشرعي وعلماء الشرع الشريف دور في تنظيم الأوقاف وتسجيل الملكيات العقارية، وأشهر من تولى منصة القضاء في عهد التأسيس الخليفي للدولة الشيخ عثمان بن عبد الله بن جمعة بن عبد ربه بن جامع الأنصاري الخزرجي. وهذه وقفية عبارة عن وقف بيت في الأحساء على أحد علماء الزبارة، يقول في آخرها كاتبه الأقل عثمان بن عبد الله بن جامع الحنبلي القاضي في محروسة الزبارة، عفى الله عنه وعن جميع المسلمين، حرر ذلك في 16 من شعبان 1201 هجرية. وقد انتقل القاضي عثمان الجامع إلى جزر البحرين في عهد الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح، وهذه وثيقة حررها عثمان بن جامع في 27 من ربيع الأول 1236 هجرية، الموافق 1 من يناير لعام 1821 ميلادية. ونلاحظ عبارة قاضي محروسة البحرين وختمه: أما عن الأوقاف التي في الزبارة فقد منح حاكم البلاد الشيخ خليفة بن محمد آل خليفة، والذي تولى الحكم عام 1772 ميلادية، صلاحية اعتماد الوقفيات للعلماء الأعلام في الزبارة، ومن بينهم العلامة السيد عبد الرحمن بن أحمد الزواوي. هذه وقفية حررت في 16 من يوليو عام 1781 ميلادية، عبارة عن كتب علمية أوقفها الشيخ خليفة بن محمد آل خليفة على الفقيه الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللطيف الشافعي من علماء الزبارة. وقد حرر الوقفية العلامة السيد عبد الرحمن بن أحمد الزواوي المالكي. ويؤكد الباحث القطري محمد شريف الشيباني في كتابه قطر إمارة عربية بأن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الفاتح عندما فتح البحرين كان حكمه يشمل شبه جزيرة قطر وجزر البحرين، وهاجر إلى البحرين بعد الفتح جميع قبائل الزبارة، فيما قرر عدد من قبائل قطر مثل المعاضيد والبكوارة العودة إلى قطر. وأضاف قائلا بأن آل خليفة جعلوا للقبائل القطرية مقررات سنوية، وكل رئيس قبيلة مسؤول عن قبيلته، وأمر الجميع يرجع إلى حاكم البحرين. وهذا يؤكد بأن حاكم البلاد هو المرجع الأعلى للسلطة القضائية في شبه جزيرة قطر. ومع توقيع اتفاقية السلم العامة عام 1820 ميلادية، تبعتها عمليات مسوحات بحرية وجغرافية لمعرفة حدود السيادة الخليفية على البحرين وتوابعها، أي جزر البحرين وشبه جزيرة قطر. وأكدت هذه المسوحات أن البدع تابعة من توابع جزر البحرين، كما أرخ لها لورمير في كتابه الموسوعي دليل الخليج القسم التاريخي. بينما في عام 1835 ميلادية يذكر لورمير: دخلت قطر باعتبارها من توابع البحرين دائرة الهدنة البحرية التي عقدت عام 1835 ميلادية، وهو ما يؤكد الاعتراف البريطاني بالسيادة القضائية لحكام الدولة الخليفية على كامل شبه جزيرة قطر. ويوضح جون جوردون لورمير بأن من معالم السيادة الخليفية على شبه جزيرة قطر في منتصف القرن 18 أن شيخ البحرين كان لديه ممثلا سياسيا من أفراد أسرته جعل مقر إقامته في البدع، وهي الدوحة حاليا. ويقول في ذلك الشيخ محمد التاجر في كتابه عقد الآل في تاريخ أوال ما نصه: وجعل ابن عمه الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أميرا على قطر، وجعل مقر إقامته البدع. وكان مصطلح الأمير مقترنا بمصطلح ممثل سياسي أو أمني وقتئذ،
ويذكر التاجر جانبا من أدوار الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، موضحا بأن للشيخ أحمد دور في القبض على المعتقلين في القضايا الأمنية وإرسالهم إلى جزر البحرين، ومنهم من تم حبسه فيها. وهذا الأمر يؤكد بأن القضايا الأمنية التي تقع في شبه جزيرة قطر كانت تعقد محاكماتها في جزر البحرين.